أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو بكر من مدينة جدة يقول: ما معنى حديث الذي ورد فيما معناه لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوما خاصا به؟ هذا فيه النهي عن الصيام قبل رؤية الهلال على أنه من رمضان، وفيه النهي عن صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، لأن هذا تقدم للشهر وزيادة على الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلا يجوز للرجل أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يقول هذا من باب الاحتياط، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نصوم على رؤية الهلال ولم يأمرنا بأن نصوم قبل الرؤية، لأن هذا فيه زيادة على العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج مواقيت للعبادات والآجال التي يتعاملون بها، فهي مواقيت للناس، ومنها أنها مواقيت للصيام. ويوضح هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فعلق الصيام بالرؤية. أما من كان يصوم تطوعا من شعبان فلا مانع أنه يصوم تطوعا، لا على أنه من رمضان، ولكن على أنه صوم تطوع. نعم.